مرحبا بكم جميعا ومرحبا بكل المسؤولين على القطاعات المختلفه من دين الطاقه. ان انعقاد هذه الدوره في هذه الظرفيه الخاصه التي يعيشها المغرب بسبب انحباس المطر الذي ادى الى نقص حاد في مياه الشرب ومياه السقي وما لذلك من تاثير على النشاط الفلاحي الذي يلعب دورا محوريا في الاقتصاد الوطني. بالتالي من خلالك نشكر جميع السلطات المحليه في الاقليم ديال طاقه اللي كتسهل وكتحاول انها تحل المشاكل وتقلل الصعاب والعراقيل اللي كتواجه بعض المرات الفلاحه في طاقه. حنا اليوم دايرين واحد الدوره هنا في الاقليم ديال الدوره عاديه للسنه 2022 الدوره الاولى اللي تلقينا مع جميع الاعضاء ديال الغرفه الفلاحيه في الجهه وبحضور ديال النواب البرلمانيين ديال رؤساء المصالح ديال الفلاحه ديال لونسا ديال جميع الاطر العامله في القطاع الفلاحي. كانوا مداخلات قيمه تساؤلات يعني كان بزاف ديال النقاشات واهمها هو النقاش على الموضوع ديال الماء الاشكاليه ديال الماء بالجهه كامله وخاصه في الاقليم ديال طاطا اللي انت هو كيتعتبر من الاقاليم الجد مهمه نظرا للشساعه ديالو كيمثل واحد اكثر من 40% من المساحه. وحاولنا نديروا الدوره هنا في الاقليم باش نوصلوا الصوت ديال الفلاح الطاطاوي في جميع المنتجات لا التمور لا الحناء لا تربيه النحل لا الفلاحه التضامنيه والواحات يعني باش ان شاء الله نحاولوا نترافعوا على الاقليم وعلى كباقي اقاليم الجهه. الاشكاليه ديال المطرحات على السدود اللي مبرمجه شحال هذه ومازال ما شافت النور. كانوا معنا الناس ديال الوكالات الحوض المائي الوكالتين يعني ديال قلميم واد نون والوكاله ديال سوس مسا وحاولنا نوصلوا الفكر ديال الجميع. كاين اشكالات اخرى كبيره من التسويق الامراض للتشغيل للتكوين بزاف ديال الامور ولكن الشق ديال الماء هو اللي كان طاغي في هذا اشكال هذا زعما هذه الدوره هذه.